السلام عليكم خاوتي الزول، تحية لكل الشعب الجزائري وتحية خاصة وخالصة للشعب المغربي الشقيق والشعب العربي والشعب الإفريقي والشعب الأمازيغي. تحية عاطرة من أخوكم هواري أورنفي نقدي زاد. الكلام يحلو ويحلو ومثل العسل، خاصة بعد أن الحلم أصبح حقيقة والمنتخب المغربي في نصف نهائي كأس العالم. كأس العالم وما أحلاها كأس العالم. خاوتي نتكلم حصة اليوم على من عمل وزرع وصبر وكانت له كل مقومات النجاح للتألق ولصناعة التاريخ من أحرف من ذهب. الإخوة الأشقاء أدوا الاحترام من كل العالم، ولا بد لنا أن نعترف بأنهم أقوى منا وبسنوات ضوئية. نقدر نرجع ولكن لازم سنوات، مش قضية تاع 6 شهور او 4 شهور او يجيب لك 2 جوار ولا 3 جوار يرقد بهم كما يقولوا العباد ويقول لك عنده مشروع. لا، المشروع يخدم لسنوات طويلة وليس بضغوطات وبمواقع التواصل الاجتماعي. اليوم غادي نتكلموا على المنتخب الوطني المغربي، كيف تألق وماذا المقومات لرجعته. المقومات واضحة وضوح الشمس، عندهم استراتيجية فعالة، عندهم اتحادية فعالة، ما عندهاش الحسابات الضيقة، ما عندهاش تصفية الحسابات مع رؤساء، مع رؤساء فرق، مع شخصيات رياضية مرموقة. منذ 2017 بعد تقلد زاتشي لمقالد الفاف وبدأت تصفية الحسابات مع كل من له علاقة مع رئيس الاتحاد السابق محمد الوراء، وكان كلاما كثيرا خاصة المرحوم رحمة الله عليه ربي رحمه وسع عليه محفوظ قرباج الذي قالها عدة مرات في بلاطوهات. قال لك سبب حقد وإقالة زاتشيلي هي أني صديق روراوة، وقلت قلتها لهم في البيرو فيدرا، أنا روراوة صاحبي اليوم وغدوة، مشي الفوتبال ولا اللي غادي يقطع بيني بينه. فوالا قرباج رحمة الله عليه راه في دار الحق، كاين أمور قالها ولكن احنا ما نقولوهاش، خليها للتاريخ وجا الوقت اللي نخرجوا كل ما قاله الحاج قرباج رحمة الله في الكواليس. المغرب يصنع الحدث باتخاذه سياسة قاعدية، قام بهيكلة كل الملاعب في المغرب، حوالي قول 100% الملاعب البطولة المغربية كلها مشوشبة طبيعيا. المغرب متعاقدين مع شركة إسبانية وكل مباريات البطولة المغربية متلفزة وفيها تقنية الفار. قاموا بمساعدة الأندية الكبيرة وردوها عنهم كالكو إيكيب محترفين وفازوا بعدة ألقاب إفريقية، رابطة أبطال إفريقيا، السوبر الإفريقي، شاركوا في بطولات عالمية، نظموا بطولة العالم للأندية في بلادهم. وكاين ملف تاع كأس إفريقيا اللي غادي نديروا له حصة 2025. الحاجة اللي اشتغلوا فيها بزاف هي خطف كل المواهب النادرة في أوروبا بقانون البهاماس الذي صنعته الجزائر، كرياته لاجيري هي اللي صنعته وحنا اللي درنا لها الحملة على بوك في 2009 وحنا اللي فوتناه في الفيفا بحملة قوية من رئيس الفاف السابق مع الأفارقة، وكل الأفارقة يشهدون بالله هذا القانون
جزائري 100%، واستوت به كل القارات خاصة الإفريقية والأمريكية والآسيوية، الدولة اللي بيبيت اللي في أوروبا. المنتخب المغربي درنا عليه ديبتي روشاش، لقينا باللي حقيقة عنده لاعبين خرجوا من البطولة المحلية المغربية واحترفوا في إسبانيا وفرنسا وفي إيطاليا، لأن عندهم بطولة قوية وعندهم علاقة قوية مع لي ماناجير تاع الأوروب. الجامعة المغربية عندها علاقات كبيرة مع المناجر تاع الأوروب، وجابوهم وعرضوهم وقلشوهم لسجون وداو كلكو جوار من المغرب. بعد قضية بن ناصر اللي خطفها روراوة أليبوك، الجامعة المغربية بقيادة فوزي القجع أصبحت أكثر فعالية وأكثر احترافية في التعامل مع مزدوجي الجنسية. هذه حقيقة. المغرب في نصف نهائي كأس العالم في سابقة تاريخية، وكأول بلد عربي وأفريقي يلحق هذا المستوى الرائع بمنتخب يعتبر أكثر منتخب يعتمد على اللاعبين مزدوجي الجنسية في هذا المونديال ب14 لاعب، والقائمة فيها 25. مشروع بدأت فيه الجزائر من وقت مجني وعنتر يحيى و و و ويبدأ ومنصوري وجماعة أليبوك، ودينا بن ناصر الموهبة اللي راه موهبة كبيرة، ولكن الآن جسدته المغرب وحتى تونس وحتى السنغال. نشوفوا القائمة راكم تشوفوا فيها معايا. فوزي الأقزع يشتغل شغل كبير. كاين ياسين بونو ولد في كندا، لعب في كندا وجا لعب في الوداد البيضاوي وراح بعدين إلى إسبانيا، ولكن يعتبر من مزدوجي الجنسية. منير محمدي في إسبانيا، القائد روما سايس اللي من هولندا، عفوا من فرنسا، يعني يلعب في بشيكتاس. أشرف حكيمي إسبانيا، نوسير مزراوي هولندا، سفيان أمرابط هولندا، سليمان أم الله ألمانيا، أمين حارث فرنسا، زيد أمين حارث، كنا واصلين في أمين حارث فرنسا، إلياس شاير ألمانيا، بلال الخنوس ألمانيا، حكيم زياش هولندا، سفيان بوفال فرنسا، زكريا أبو الخلال اللي مركب في البيت تاع بلجيك هولندا، وليد شديرة إيطاليا. شفتوا خوتي المستوى وين راه؟ مستوى عالي، خدموا وراهم ينالوا ومن حقهم يفرحوا. المغرب منذ مدة طويلة وهو يشتغل بشكل كبير، وأصبح قبلة كل الناس تحلم باللعب فيه، وكاين لاعبين خرجوا من البطولة المغربية اللي ما ننسوهمش، مثل الناصيري، مثل عز الدين وناحية ذاك رقم 8 الله يبارك، وليميق ونايف أكد وداري وحمد الله، وحتى خاصة عطية والجيلان والتاكا نواتي. هذه حقيقة تحسب للاتحاد المغربي. نصف لاعب المنتخب المغربي كان اللي تكونوا في أكاديمية محمد الخامس تابع الجامعة المغربية، ونقولها بكل صراحة، المنتخب المغربي والجامعة المغربية أصبحت قدوة نقتدي بها. بعد احنا من كنا في 2010 أو 2014 فكركم من كان التسيير الاحترافي الكبير الاتحادية الجزائرية، الكل كنت نشوف دي زيميسيون ماروكان مغربيين توانسة ومصريين يقولوا لازم أن ننسخ التجربة الجزائرية، تجربة رئيس الفاف محمد الوراق. احنا لم نحافظ على هذا النسق، على هذه الامتيازات،
ولكن احنا هرسنا كل شيء. جات عصابة حكمت الاتحادية، وذيك العصابة راحت، ولكن جابوا ناخب وطني تحكمت فيه وغرسوا فيه الكراهية والانتقام، وأصبح هو حاميهم وهو من يسير هذه العصابة سيدي موسى. والريزلت راكم تشوفوا فيها المونديال، أحلى مونديال أنا أشوفه فيه بأعيننا، بدون لا مونديال لا عمار بوزوار، ومازال الناس تقدس وليان بيناتنا. وتفكروا الهوالي شكن يقول، ويومها لا ينفع الندم. تحية لكم خوتي، وان تو تري فيفا لاجيري.